وقت العالم بتدخل على هيك مكان بياخذوا معهم حرام بيغطوا فيه تمهم، مو شال بيحترق بسرعه، فهمت هلا؟ بحالات الطوارئ ما بلحق افكر بنوب. لقيت الشال بالصدفه، ما رحت دورت على حرام بكل البيت، لقيته قمت اخذته. هدفي كان اني انقذك انت بس هيك. هذا يلي صار لي ساعه عم حاول اقوله، ليش لحتى تتصرف بجنون يا كاران؟ ليش خاطرت بحياتك واجيت؟ انت عندك فكره انه حضرتك هلا رح تموت هون معي؟ اسمع، لا تستخف بالموقف يلي عم يصير ابدا. نار انتشرت بكل المطبخ ورح نموت اثنيناتنا بعد شوي، ما صفي غير شوي صغيره بس بيننا وبين الموت كاران. ليش مالك عم تفهم شو عم احكي؟ انت نطيت كرمال تثبت انك بطل، كيف بتقدر تستخف بهيك مواقف مهمه مثل هاي؟ بس فهمني، بترجاك شغل عقلك بس شوي. انسى، عم اطلب انه تشغل عقلك مع انه ما فيك عقل. استني لحظه، كل شيء انا كنت بعرفه انه كان لازم اجي وانقذك. انا خاطرت بحياتي واجيت لهون على الحريق بسببك انت، عم تفهمي؟ اجيت كرمالك. بعرف اني غلطت، لبقى تجادليني ايه؟ شوفي شبك، ليش سكتي هيك؟ انت ما في منك كارا، هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.